السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، كيف الحال ديالكم؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بإذن الله سوف نتكلم على موضوع اللي بمنتي قرب الشهر الفضيل، هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفي أعظم ليلة التي تساوي هذه الليلة 80 سنة، وهي ليلة القدر. هذا الشهر الذي له مكانة عند الله وعند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة وعند التابعين وعند السلف الصالح وعند العلماء وعند عامة الجمهور، سوف نتحدث عن مسألة المسائل التي تخص هذا الشهر، وهي هل يتم حبس الشياطين أو الجن السيء أو الجن الشيطان؟ نقول نعم مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصيحة لمتتبعي عندما أذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حاولوا أن تصلوا على الرسول فهناك قوم يوم القيامة يبعثون فقراء لعدم صلاة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإمامنا مالك رضي الله عنه كان عندما يريد أن يبدأ بداية مجلس أو أن يبدأ بافتتاح مجلس أو يقوم بموعظة للناس أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب يستحم ويتعطر بأجمل العطور. عندما سألوا قالوا له لماذا تفعل ذلك؟ قال لهم كيف لا أتطهر بعطر رائحته طيبة وأنا أذكر رجلا كل رائحة الدنيا لا تساوي رائحته، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورحم الله ورضي الله عن إمامنا الإمام مالك وجزاه الله عنا خير الجزاء لما تركه لنا من 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 إرشادات ومن من ومن 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 ومن, 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 ومن سياق لطريق السنة ومن توضيح السنة ومن تبسيط السنة ومن أحاديث ومن روايات ومن قصص ومن رحم الله جميع العلماء المتوفون ومبقي الحي الحياة رضي الله عنه ورحمه الله في الدنيا والآخرة وتقبل الله منه ومنا والحمد لله كل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها خير، كما الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كل أمتي فيها خير إلا من أبى، يعني إلا من زاح عن الطريق الحق طريق الصراط المستقيم وذهب إلى طريق الظلام طريق الضلال طريق الشيطان. مصداقا اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكها إلى هي الكتاب والسنة، كما قلنا عن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة نطلب الله عز وجل أن تكونوا منها ومن ضيوفها ومنها نحن أيضا في الأمة، وغلقت أبواب الجحيم عفى الله عنا وعنكم منها وعتق الله ما فيها من الناس ورحمهم فإنه الرحمن والرحيم ورحمته سبقت كل شيء. وكما قال أحد الشيوخ العلماء الحكماء قال أن الله عز وجل قبل 50 سنة قبل أن يخلق الله السماوات والأراضي وكل شيء خلق القلم وقال له اكتب قلم ما له قال له ماذا أكتب؟ قال له أكتب رحمتي سبقت عذابي، فرحمة الله تتجلى في المطر في الرياح في النظر في نعمة في الخضروات في الفواكه في الشمس في الظل في الحر في الماء في كل ما لدى وطاب من شهوات الدنيا والآخرة، غير نقصد نستعملوا الشهوات فيما يرضي الله، وتلك الشهوات التي ترجع علينا بالنفع في الدنيا والآخرة. فالذكي والعاقل واللبيب من هو؟ هو الذي يفوز بالدنيا والآخرة سهلة مهلة، كلت كيلو ديال اللحم مصدق رابعة لكن أنا موهر للصدقة أو قليل العفو، واحد الناس عندما قلت الصدقة لا ما يصدقوش يصدق درهم ولا يصدق، شريت صبار شريت واحد صبار ما عندوش مسكين، خلص واحد شهر ديال الكرة خلص واحد ورقة ديال الضوء خلص واحد ورقة ديال الماء نزوج واحد يا سيدي. كاين الناس دابا اللي الفلوس ديال الفلوس ديالهم اللي حاطين في البنك والفلوس ديالهم حاطين في البريد والفلوس اللي حاطين باش يخرجوا في العشر ديالهم وديك الزكاة ديالهم إلى آخره، كل كما تيديروا بعض الناس نعرفوا مالك تعرف في منطقة الريف ما ندوزش منطقة الريف 12 سنة وعرفت كل التقاليد ديالهم والعادات ديالهم كل عام تي كنت نعرف واحد العائلة تماك
كل عام تيعيطوا لواحد من العائله وتيقوموا برفعه باغنائه كل عام. وحنا تنديروا بحال المسائل كون حنا بخير وعلى خير. اي يا سيدي كاين الناس يزوجوا الناس، كاين اللي عنده واد لاد جوج مليون ديال هاد ديال هاد ديال هاد ديال هاد ديال هاد ديال هاد الفرح ديال الصداق وزواج وكذا والى اخره واطعام واشهار الزواج، عنده بحال شرب قهوه او بحال خاد حاجه من الحاجات. كاين الناس تيجوجوا الناس وتيشروا لهم المنازل وتعطيهم راس المال، هما اهل الجنه هما دو اهل الله. خلينا من الضلال والبهتان المبين، خلينا من العبادات الرياء، هادشي رانا فاهمينو وعارفينو واجدادنا الشيوخ وكبرنا مع الشيوخ وكبرنا فواحد 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 البيئه دينيه عقائديه بيئه يعني نصفها من الجن ونصفها من الانس. ما 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 تركه لنا الحكماء من الانس وكان ناقصا في تعليمهم لنا، جزاهم الله عنا خير الجزاء، اكملوا لنا الجن. نعم. واحد انت باغي تقول اه كيفاش تعلمك الجن وكيفاش تتعامل مع الجن، تنعرف هذوك المسائل حتى انا شاب، وتنعرف داك ديك الاساليب ديالهم وديك السطيح ديالكم وديك واش نعرفوا انا راه ماشي انا عاد لي 220 عرفت. انا شاب انا مررت من مراحل، مارست الرياضه، مارست تندير معلم ديال واحد الحرفه، تجولت في انحاء المغرب عشرة اقواما واشكالا وانواعا وتقاليدا وتقاليد وعادات وكل حاجه تناخذ منها فكره وحكمه وسر من الاسرار. نعم سيدي نعم. ولما توصل للمرتبه كاين كيفاش توصل لها، وخاصك يا سيدي يكون القلب ديالك مصوب من حجر والكبد ديالك مصوب من حجر. راه كاين اللي بدات غاديه في الليل تتحرك غير من الشيء يهرب ما تيوقف حتى ما عرفتين. وكي ذكرتي لها كلمة جن ما تينعش، تبغى تمشي على الضو وشوف جنابه وزيد وزيد وزيد. إلا بغات تعيش في هذا العالم ديال الجن بحالي أنا وبغات تعيش في مسألة العلاج، حيت أنا راه ماشي راقي، أنا فقيه راقي بشيخ وتزاوية وقواعد وبأسرار وبصيام وبأوراد وزيد 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 وزيد. فهمت؟ لما توصل هاد المرتبة وتتفقه في عالم الجن والعلاج والكودات وكيفاش هادي وتعرف هادي وتعرف هادي وتعرف هادي، لا يعلم الا الله والراسخون في العلم. رانا شادين العافية في يدينا العافية وفي حرب ليلا ونهارا مع الجن. يا سيدي وقعت لي احد المرات احدى القصص، كنت نائما في بيتي فاتاني احد الساعة قبل ان اتزوج، فاتاني احد، نحن الان في مدينه واريزم وفي الحدود بين مدينه واريزم هناك واحد الجبال للفوسفات، نحن مدينه فوسفاتيه في الاقليم. فخرج احد من ناحيه اتجاه ديك الجبال وجا لعندي فرفع رجليه وقام باسقاط الباب وجاء عندي مباشره، هرس الباب وخلى عندي. شديت انا وياه هاك بالك اعطيني نعطيك. دابا هي في المو في ال في ال في ال في ال في ال في الظاهر رحنا تنضاربو، ولكن في ال في ال في الباطين انا راه تنضارب معاه بالحكمه ديالي وبالاسرار ديالي. لان المكانه ديال الضوء فيها 230 فولت ماشي هي المكانه ديال الضوء فيها 5000 فولت. كيما تتزاد بالاوراد وتزاد بالحكم وتزاد بالاسرار وتزاد بعالم الجن، لان معرفه خطه العدو نصف هزيمتي كيما تنقول. باش تهزم واحد الجيج خاص تعرف نقطة الضعف ديالو. ثم أن بقيت نضرب أنا اليوم الآخر هزمتو بأمر الله، هذه قصة. مرة أخرى ثاني غادي لواحد الحصة ديال الرقية في الليل، أنا واحد الصديق ديالي أنا تعزز ليا نهز الدراجة، ثم جاء أحد الجن ومر من بيننا كالبرق المضيء، وأنا نتحرك أنا مشيت بالبشكليطة لواحد الإتجاه وداك الصديق ديالي بغا يدور ويقول لي اش وقع؟ انا قلت ودي انا من الطرف ديالي ما فيكيش الكذب، انا صريح على قلبي على لساني. خلي هذيك الهضره ديال الكذب الابيض والهضره ديال مجرد هضره هذيك ديال راه واضح، لان الانسان تيبقى يكذب يكذب تكتب نظره كذاب وتيبقى يصدق يصدق تكتب الله صديق. ويوم ينفع الله صدقهم، هذا قال الله عز وجل في كتابه العزيز والصادقون يحبهم الله. وكاين باب في الجنه خاص بالصادقين، كما كاين باب في الجنه خاص بالصائمين وكذا والى اخره، هذا جانب اخر.
جانب فقهي ديني، هذا هو الجانب الروحاني دابا حنا ترفعنا من الجنب باش نفيدوا الناس. فقلت ذلك الصديق ان مره من وسطنا جني، فخاف ذلك الصديق ووقف في مكانه. قلت درت راسي مشكله، ما بقاش بغيت يتحرك معايا كاع. قلت له ودي ما تخافش زيد، قلت له داك العارض ديك السيده ما دابا داك اذا كان فقيه او راقي صاحب قوه روحيه وروحانيه كبيره ومتمكن وعارضك الجن، عارف داك الفقيه وداك الراقي غيخلي دارو تيجي يستقبلو قبل بصفه كلب قط ضفدع بشار واحد بوهالي هز خيشه هز كذا او بحال المسائل. شويه بقيت نهدن فيه، زاد ملي زاد لحقنا البلاصه شي 12 ديال الليل ولا 11 ونص في ايام الشتاء هذا الوقت هذا، وراه غير دابا 11 ونص ديال الليل ولا شنو 11 ونص ديال الليل، راه هي بحال دابا قلتي بحال هي جوج ديال الليل ثلاثه في الصيف. ثم ملي مشينا نلقاو كلب داخل فوجو نص بدون زاق ديز بحال ديال الزيت ديال الجافيل، قدر ان انسان مخفي العينين ديالو تيدرج شلي ورجع شلي ودرج شلي ودرج شلي وانا ندخل. ملي دخلت نلقى السلام عليكم، الطفه ديالي انني ندخل شي دار نقول السلام عليكم في الدروج، كاين عمار كاين كذا كاين ملقى وعيد لحقت وليت نطق هذيك السيده تقول لها داخل الزوج ديالها والحاشيه اللي دايره بها من ابناء وبنات، لا شو ليا هذا شو ليا العافيه شو ليا العافيه. ريحت انا كان معمرين واحد الكاس ديال اتاي، شربت الكاس ديال اتاي كانت واحد الفقاصه. شويه دخلوا للدار تبغي يطلع ديك السياره ديالو تلقى كلب فيه بدون وغادي يجي بحال عنده العينين. جا الله التيسير خرجنا لنا فحالنا. اش بغيت نقول لكم زعما هذه قصص مع عالم الجن. مره اخرى ثاني تنصرع في هذا سميتو، انا عندي غير دكان ودار. جا واحد بوحدو تنستقبلو هنا في الدكان، عندي مكان، جات شي عائلة تندخلها لداخل، مرحبا بالجميع، كل المغاربة إخوتي والمغربيات، وكل عباد الله، عرب وأمازيغ وصحراء وشرق غرب شمال، حنا إخوة، بغض النظر على ديانتنا ومعتقداتنا، هنا إخوانا في الله، هذه وصايا الرسول، نجاور أي مخلوق، نجاور أي ديانة، نسير أي ديانة، نجاور أخلاقه بالإحسان والكرم، باش ما عطى الله. لو بره ديالتي وخبزه وزلافه ديال الزيت. المهم حيت جدودنا كانوا هكا شرفاء رغم ضعفهم وفقرهم، ولكن كانوا اغنياء بالشرف بالكرم بالحكمه بال 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 باي شيء، يعني باي شيء الذي يؤدي في طريق الصلاح وطريق الحق وطريق الطريق المعقول. هذيك السيده الحصه في الليل الغد تجي عندي باش ندير لك استفراغ، حيت دائما اركز هذه النقطة، ملي تخرج جني تيبقى الفضلات ديالو. شوية هذيك السيدة يلاه بغينا نبدا معاها ويجي واحد الواحد، هي السلام عليكم، عليكم السلام. ما شفت فيه ما ضربتني الجاذبية ديال الجن، تنحس أنا بالجن. عيني خضرات وديني بحال البيات. ونزيد لكم على الفائدة، جميع أنواع الجن تيشبهوا العينين ديالهم الجن، الحيوان الواحد تيشبه لي في العالم هو القط، خضرات وبيض والشعر ديالو كحل 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 كحل، ملي شفتو انا راسي وقف لحمي بورش، العلامات الطاقة ديالهم حيت هما تستعملو واحد الطاقة سلبية حرارة. قال لي السلام عليكم، قلت لي عليكم السلام، بغيت نسول له واحد البلاصة، قلت لي مرحبا كيدور منو غتلقاها. مشى هو يلاه دار، جيت هاد السيدة أنا بديت معاها بسم الله السلام عليكم كذا 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 كذا، دعوة إلى الله، صلة الرحم مع الجنية الأولى بعدا، حيت الجنية اللي عطاك الاسم ديالو وداك القبيلة ديالو عرفو راه صادق. الجن العدو ديالو هو يقول لك الاسم ديالو والقبيلة ديالو، أو علاش داخل تماك، وإخوة الرقاة المعالجين غادي يستنتوا لهاد القضية وغادي يوافقوني فيها، لأن هذا كاين بعض الرقاة تيسيبو مشكل، علاش داش ندير هنا؟ ما عرفت. ما عرفتش شنو ندير، اسميتك ما عرفت، الديانه ديالك ما عرفت، وهذا كل مهم من اخوتي الرقاص، الديانه، اسم، اشنو تيدير، وكل ما يخرج، ماشي يقول لك باغي يخرج العهد، اش تدير تماك، وبطل هذاك الشيء تماك، ماشي التوكل، التوكل راه غتبطلو انت، هذاك الشيء قواعد، السحر خاص ضروري يبطلو، وعاد تتبع اسبوع تتم النشره،
بخور ودهن وزيوت و الى اخره. المهم يلا قد السلامه قلت لي حتى هو اللي جيت دابا سولتيني قال والو غير التخاطير باش نشكر لكم فراسي انا غير بنبقي لكم واحد هاي 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 بسم الله جل الله تيسير. المهم الى اخره الرجل كلام السلف الذكر ديال رمضان واش تتصفدوا فيه الشياطين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره اذ كان اول ليله من الشهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتح ابواب الجنه فلم يغلق منها باب ونادي منادي كل ليله باغي الخير اقبل باغي الشر اقصر لله عتقاء من النار وذلك كل ليله اخرجه الترمذي والبهيقي وابن حبان والحاكم وما ذلك نجد كثير من التصرفات ديال الناس تقع في رمضان كيف ذلك اختلف العلماء في ذلك العلماء ورثه الانبياء جزاهم الله على خير الجزاء لأنني أعرف العلم وأحترم العلماء لما درسوا من علم العلماء كما الله جعل الجبال أوتادا بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءل النبأ العظيم النبأ العظيم الذي مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا نعلم في الأرض بهذه الجبال أوتادا سورة النبأ كذلك جعل العلماء ورثة الأنبياء وزن لولا العلماء لم نكن نصلون إلى هذه وصلنا إليه بأمر الله بإذن الله من علوم ومن أسرار ومن حكم وأحيي جميع العلماء من هذا المنبر كيف كان شكلهم او نوعهم او اختلف العلماء ذلك ذهبوا للجمال اعتمادا على عده كتب منها يسالونك والمجالس الوعظيه في شرح تفاسير خير البريه وشرح كتاب الصيام سنن الترمذي الشياطين كما قالوا الشياطين لا تخلص فيما لما كانت تخلص اليه في غيره فتضعف قواها وتقول الوسوسه ديالها لكنها تنعدم الكليه تبقى وتضعف علاش؟ الانسان اول حاجه سي البطن ديالو تينقص من الاكل اكل سيء الثومه البصله الحوت تبقاش يدخن من النهار تبقاش يدخن المحرمات تينقص الانسان من الكذب تولي كلمه تولي يصلي تولي يصلي غفر الله ولا لا هذاك راه منه الله مشغول هذاك حنا ماشي اهل الفتوى غنهضروا غنهضر في الضمان الا بغى يجزو الجن السحر التوكل عالم ثم تندخلوا السنه حيت نزحنا على السنه راه غنكونوا سحاره مشركين خصنا ندخلوا السنه في اطار العلاج. كيف ذلك؟ ربما ان المراد بالتصفيد والسلسله انما هي للمرضى ورؤوس الشياطين الكبراء. وكما تنقول دائما كاين اربعه الشياطين من ابناء ابليس هما اللي تيطلعوهم في الارض. دون ما من دونهم كما قال العلماء فيفعلوا الصغار مع جزم بعض الكبار تيبقوا مطلوقين. وقيل العكس فالمصفد الصغار تيقول الكبار والمطلوب كبير هما زعيم مكرهم وكيدهم لان الله اجاب دعوتهم انظر اليهم يبعثون ان ابليس ماكش غيتكتف الله عز وجل يخلف الميعاد تركوا اليهم يبعثون لواصل الاغواء والاغراء والاضلال في كل الحالتين في العدد يقلل الوسوسه وتضعف ربما ان الصيام ربما ان المراد ان الصيام يستلزم الجوع وضعف القوه في العروق والمجاري الشيطان في الابدان فيضعف تحركهم في البدن كانه مسلسل مصفد لا يستطيعون حركه للبصر وصعوبه فلا يبقى للشيطان الانسان سلطان كما حال الشبع والرؤى لكن انا تطرح المشكله كل رمضان تبقى ندير الرقيه تعيط لي الناس في الليل ولكن في العشر الاواخر ما تنخرجش من الديور هالكلمات متقاطعه من دار لدار 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 حتى الصباح واي انسان فيما مخدوم راه تيطيح مخدوم 27 تيطيح نهار 27 مخدوم في عيد المولد تيطيح نهار المولد حاكوزه في عاشوراء في عيد الكبير في بحالكم الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.